حققت البطلة سلطان العنزي لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى بجميع الإعاقات بالطائف. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن فهد ابن مقرن ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطان العنزي. قبل يوم مسؤول لا قبل يوم كم الشعور كنت ما شاء الله عند الأمير هنا؟ شعور لا يوصف الصراحة. كنت تتوقعين أنك تقابلين الأمير؟ لا والله تشرفت بزيارته عاصم. أنا فزت على أكثر من 120 مشاركة. في عندنا لاعبين لديهم قدرات لكن ما عندهم الجرأة يجون للنادي. سلطانة والله الحمد من أول مشاركة لها حققت الإنجاز. أول فتاة بحائل تشارك وتحقق هذا الإنجاز. من أول مرة من أول رمية. على يساري بطلة الصولجان سلطان عنزي، وعلى يميني الميدالية اللي حصلت عليها بعد تدريبات طويلة في هذا النادي في حائل. حصلت على هذه الميدالية في الطائف وجابتها الحائل. طبعا هنا الفرق الصالة يكون تقويات، وهنا يكون تكنيك حق اللعبة، كيف الرمي، كيف تتعامل مع الصولجان. لكن صالة الحديد دائما تكون تقويات للجسم، العضلة، التركيز على اليد نفسها، فهذه تقويات اللي تكون تفرق بين المشاركين. أكيد والله، وهي اللي تقول لنا يلا خلينا نروح لصالة الحديد وبرمي أقوى. أيوة ودي أقول شيء يا عاصم. أشكر حكومة الرشيدة على إتاحة هذه الفرصة لنا المشاركة في نادي البطولة، وأشكر نادي حائل. في مدينة الورد الطائف كانت المنافسة على أشدها. توج فيها نادي التبوك بطلا لأول بطولة نسائية لذوي الإعاقة، يليه نادي الأحساء ثم الرياض في المركز الثالث. أما في عروس الشمال حائل، كانت آمال سلطانة تنسج من الألم ثوب الأمل لتكون نجمة حائل رغم إعاقتها. الإخبارية عاصمة رشودي من عروس الشمال حائل.